بس فلت من الأكاديمية كل العالم كانت مبسوطة فيي، أهلي وأصحابي وكل العالم أكيد برا، وين ما أمشي كيف ما روح شو أنت تبع صار أكاديمية شانطان إحنا منحبك وارو. لا عن جد شي كتير حلو أنه أنك تخلي محبة بقلوب الناس، هذا عن جد شي كتير روعة. يعني بالنسبة لألي هلأ أنه الشي منه كتير بشع أنه يوقف بدائرة الخضر، أنه خلص شو المشكلة يعني أنه وصل أو ما وصل، هو بمجرد ما فات على ستار أكاديمي يعني هو يعني هو حق نجاح. أنا بشجع كل الطلاب أكيد، بتمنى أنه يبقوا اثنيناتهم، عن جد بتمنى لهم الخير اثنيناتهم، اثنيناتهم بيستحقوا أنه يضلوا. وتشجيعي أكتر رايح لعلي لأنه أنا كنت أقرب، لا أقرب منه لعلي. مين ما ظهر اليوم إن كان هايدي أو علي بدي أقول لهم أنه ما يزعلوا، أنه هن اللي وصلوا له شيء كتير حلو، وراح يشوفوا محبة الناس مثل ما أنا شفتها.